كثرت المخالطة في هذا الزمن، ولا سيما في وسائل التواصل أو حتى في المجالس. والمخالطة إما أن تكون مخالطة مع أشخاص مخالطتهم، إما أن تكون غذاء أو دواء يعني علاجا، أو داء يعني مرضا أو هلاكا. وقد أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله أجمل توضيح في كتابه بدائع الفوائد، فقال رحمه الله: الأول من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك تلك الخلطة، فإذا احتاج إليه خالطه، وهكذا على الدواء. وهم العلماء بالله، أن يخالط العلماء بالله وبأمره حتى يبين له شرع الله، فهذا في مخالطتهم كما قال رحمه الله الربح. الثاني من مخالطته كالدواء، من مخالطته كالدواء يعني كالعلاج، يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته. وهو من لا يستغنى عنه في مخالطة أمور دنياك من المعاملات والاستشارات ونحوها، فإذا انتهت حاجتك من مخالطته وبقيت معه انتقلت إلى القسم الثالث، وهو من مخالطته كالداء يعني كالمرض. وهؤلاء يختلفون باختلاف مراتبهم وأنواعهم وقوتهم وضعفهم، فكما قال رحمه الله: منهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح معه لا في دين ولا دنيا، بل لابد أن تخسر معه الدين والدنيا أو أن تخسر أحدهما. فإذا قويت مخالطتك له واتصلت به فهو الموت المخوف. ومنهم من هذا الصنف الذي مخالطته مرض وداء، منهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من هذا القسم ومن مخالطته مرض وداء من هو كحمى الروح، وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه حتى يضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فمه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا يطاق جرها على الأرض. قال رحمه الله: ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا النوع، وليس له بد من معاشرته ومخالطته. فهنا إذا كان لا بد له من معاشرته ومخالطته، كأن يكون في عمل من الأعمال، يقول رحمه الله: فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. النوع الرابع في المخالطة من مخالطته الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله علاج وإلا فأحسن الله فيه العزاء. قال رحمه الله: وما أكثر هذا النوع في الناس، لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد بينهم يعني بينت التوحيد تبينا واضحا، قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين. إن حققت المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال أهدرت الأئمة المتبوعين. إن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير غلو ولا تقصير، قالوا أنت من المشبهين. وإن أمرت بما أمر به الشرع من المعروف ونهيت عما نهى عنه الشرع، قالوا أنت من المفتنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها، قالوا أنت من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا، قالوا أنت من المبلسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم، فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. قال: فالحزم، كل الحزم، أن تلتمس مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإغضابهم
وألا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم. ولا شك أن هذا كلام نفيس منه رحمه الله، فليحرص المسلم على تطبيقه في هذه الأزمان مع كثرة المخالطة في المجالس أو في وسائل التواصل. فالمخالطة والمتابعة في وسائل التواصل هي أعظم من المخالطة في المجالس لكثرتها في هذا الزمن وتنوعها.